ايوه صح، الالوان اللي انا كاتبه مظبوط. خلي فريق المغرب قدوتك، ليه لا؟ มันติดผันลิขโผไปหมดสกอร์ที่ติดคาดไปของใครหลายคนรู้สึกเองที่ايوه هو ده المغرب. انا دلوقتي في تايلاند، واللي بيتفرج على الماتش او اللي بيشوف الاخبار او التحليل او تايلاندي، اولا الف الف مبروك لفريق المغرب المتميز الطموح المتالق، والف مبروك للمغرب البلد المحبب الى قلبي واللي بعتبره بلدي الثاني، والف مبروك لينا كعرب. الانجاز اللي حصل انجاز مش سهل، الانجاز اللي حصل كون ان احنا نشوف فريق محترم متميز يوصل للمربع الذهبي، فريق عربي كمان المغرب اللي بحبه، فده حاجه مش بسيطه. الغرض من الفيديو اللي انا بعمله ده او اللي انا بتكلم فيه ده اني اوصل لكم حاجه مهمه جدا. الموضوع مش موضوع كوره وكاس عالم و مين كسب ومين خسر ومين وصل ومين ما وصلش، لا لا لا، الموضوع هو بكل بساطة طموح، شغف، أمل، رغبة بتحقيق الذات، البحث عن التميز، البحث عن الانفراد. فريق المغرب علمنا حاجات كتيرة قوي في الأيام اللي فاتت دي. الجو حر جدا في تايلاند يا جماعة، زي ما انتوا شفتوا كده الناس كلها اللي فاهمة في الكورة أو اللي مش فاهمة في الكورة بتتابع المغرب. الموضوع موضوع مبدأ، إزاي تحقق مبدأك؟ مبدأي إني أفوز، أوصل، أنتصر، أحقق ذاتي، أبقى متميز، أوصل لهدف معين اللي قبلي ما حققهوش، يبقى عندي شغف إني أبقى متميز في وسط فطاحلة كرة القدم في العالم. أنا بصراحة يعني ماليش قوي في الكورة وما عنديش خبرة كبيرة قوي، أنا مشجع عادي لكرة القدم وبحب أتفرج على الكورة وخاصة الكورة الحلوة، إنما بعد ما اتفرجت على المغرب بالذات فريق المغرب لاحظت حاجات كتيرة جدا، من أهمها بالنسبة لي أنا كمشجع عربي أو كمصري، إن فريق متناسق محترم بيلعب بشكل جماعي حلو جدا، بيلعب بشكل متسلسل، بمعنى انه عايز حاجة معينة يوصل لها مش مجرد فوزه بس، بيلعب بشكل محترم، بيلعب بشكل اخلاقي، مفيش عنف، مفيش تعصب، مدرب بيقدر يوظف لعيبة بشكل يوصل بيه لحاجة معينة هو عايزها، اللعيبة نفسها لعيبة منسقة محترمة بتحب تلعب كورة عشان حب الكورة. فريق المغرب بكل بساطة يعتبر قدوة في حاجات كتير مش في كرة القدم بس. اللي أنا شايفه إن فريق المغرب بقى قدوة لكل واحد عنده شغف أو طموح معين أو مبدأ معين عايز يحققه في حياته. كون إن أنا ألعب بشكل منسق، بشكل منظم، بشكل جماعي، بشكل محترم، فير بلاي، يبقى انا عايز اعمل حاجه صح، مش مجرد ان انا بلعب اضيع وقت او اعمل فاولات بعد ما اجيب جون عشان خاطر اكسب وخلاص، لا. فريق المغرب حقق حاجات كتيره جدا في الكام يوم اللي فاتوا دول، ما شاء الله. اولا كل ماتشاته بدون خساره، مفيش في الماتش واحد تعادل، ما شاء الله بيلعبوا بشكل عالي جدا من اللياقه البدنيه والذهنيه، مركزين كويس جدا. اللاعب المغربي حقق معادله صعبه، ان هو يلعب بشكل جماعي وتركيز فردي في نفس الوقت، بحيث انه قدر يوصل انه يحقق فوز محترم مستحق. فليه بقى فريق المغرب يبقى قدوه؟ عشان بجد هو وصل للي هو عايزه. اتوقع ان شاء الله ان المغرب يوصل للفاينل، وليه لا؟
بما ان طريقه لعبه كده وطريقه اداؤه كده واصراره وعزيمته كده، يبقى 1000000% ممكن يوصل للنهائي وممكن ياخد الكاس، لان الموضوع مش غريب. خلاصه اللي انا عايز اوصله ان ليك حلم، ليك هدف، عندك مبدا، عندك طموح، الحاجات دي كلها لو موجوده يبقى لازم هتوصل للي انت عايزه. فريق المغرب عمل كده وحقق كده، ومش بكل بساطه، لا ده بمجهود وبتعب وبعرق والتجهيز، واهم ما في الموضوع ان هو عنده اصرار غير طبيعي انا ما شفتوش في اي فريق تاني. يعني لما شفت ماتش فرنسا وانجلترا انا حسيت ان انجلترا في العشر دقايق الاخيره بالذات بتلعب بشكل كانهم هما اللي غالبين مش مغلوبين. ففي برود، كان في برود شويه. عايزك كمان انت تبقى عندك الاصرار ده في حياتك وتاخد فريق المغرب قدوه يحتذى بيه، بصراحه فريق يحتذى بيه، قدوه يحتذى بيها. عايزك تبقى عندك اصرار، عايزك تبقى عندك عزيمه، حاول يبقى عندك مبدا في الحياه وهدف معين ان ما كانش اهداف. اتعب عشان توصل لها، ابذل مجهود، اعرق، ما تاخدش كل حاجه بالساهل. مفيش حاجه هتيجي بالساهل، مفيش حاجه هتيجي وانت قاعد في مكانك، مفيش حاجه هتجيلك من غير ما تسعى لها، مفيش حاجه هتتحقق غير لما تخطط لها صح. اتمنى ان ما كنتش طولت على حضراتكم. تايلاند تناديكم يا جماعه، اللي عايز يجي تايلاند، اللي عنده اي سؤال بخصوص تايلاند اهلا وسهلا، ابعت لي في الكومنتس او تواصل معايا، كل وسائل التواصل الاجتماعي موجوده في صندوق الوصف تحت الفيديو. مبروك تاني مره للمغرب، ان شاء الله هتوصل، ان شاء الله هتحقق سكور عالي جدا. انت فريق محترم من بلد محترم من شعب محترم جدا، وان شاء الله توصل لحاجه محترمه جدا انت تستاهلها، لانك فريق محترم جدا يقتدى بيك في مجالات الحياه كلها. هشوفكم فيديو جديد، ما تنسوش بالدعم والشير واللايك والسبسكرايب عشان قناتنا تكبر بيكم. واسيبكم بقى عشان اكمل يومي انا في تايلاند الجميله.